بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم. النهاردة الاختبار الثاني على درس التكيف والبقاء، وأنواع الأسئلة هتبقى أكمل والمفهوم العلمي. السؤال الأول، أكمل ما يأتي: تنام الخفافيش ورأسها نقط ولها القدرة على نقط مثل الطيور، ورأسها لأسفل ولها القدرة على الطيران مثل الطيور. السؤال اللي بعده، تتغذى الخفافيش على نقط ونقط الحشرات والبعوض. السؤال اللي بعده، الخفافيش كالحشرات والفراشات تساعد نقط ونقط، تساعد النباتات والزهور. السؤال اللي بعده، يمكن للخفافيش تحديد الموقع عن طريق الصدى اللي هو صدى الصوت. خمسة، تحافظ سحالي الصحراء على برودة جسمها عن طريق البحث عن نقط في الأوقات شديدة الحرارة، البحث عن الظل. السؤال اللي بعده، من الكائنات التي تختبئ في الرمال أو تحت الأرض نقط ونقط الثعالب والزواحف، الزواحف مثل الثعابين. السؤال اللي بعده، تبقى أقدام البطاريق نقط بفضل انتقال الدم منها دافئة. السؤال اللي بعده، نقط من أمثلة التكيف التركيبي للدب: الفراء، الكثيف. السؤال اللي بعده، التكيف نوعان: تكيف نقط وتكيف نقط، تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. السؤال اللي بعده، تمتلك ثعالب الفنك فراء ذهبي يساعد على نقط في البيئة الصحراوية، يساعد على التخفي. السؤال اللي بعده، الآذان الطويلة لثعلب الفنك تساعده على نقط لتبريد جسمه، تساعده على فقد الحرارة. السؤال اللي بعده، الآذان والسيقان القصيرة للثعلب القطبي تساعده على الدفء. السؤال اللي بعده، قرش الثور لديه ظهر نقط وبطن نقط بحيث يخفيه عن الأنظار، الظهر أسود والبطن بيضاء. السؤال اللي بعده، من طرق تكيف حرباء النمر تعدد ألوان نقط مما يساعدها على التخفي، تعدد ألوان حراشيفها. السؤال اللي بعده، لا تمتلك حرباء النمر أسنان أو مخالب، لذلك تلجأ إلى نقط جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجما، تلجأ إلى نفخ جسمها بالهواء لتبدو أكبر حجما. السؤال اللي بعده، لا تستطيع الحيوانات التغذية على شجرة الصنت المظلي بسبب أوراقها تفرز سماً. السؤال اللي بعده، تنمو جذور شجرة الكابوك نقط حتى تصل إلى جذوع الشجر، تنمو لأعلى. السؤال اللي بعده، تنمو أشجار نقط في المياه المالحة، أشجار المنجروف، بينما ينمو زئبق الماء في نقط، زئبق الماء اللي هو زهرة اللوتس تنمو في المستنقعات. السؤال اللي بعده، تتكيف نقط ونقط بمرور الزمن مع التغيرات البيئية، النباتات والحيوانات. السؤال اللي بعده، الخفافيش حيوانات ليلية. السؤال اللي بعده،
من أمثلة التكيف التركيبي لشجرة المنجروف الجذور المتشابكة. السؤال اللي بعده، تتمتع الحيوانات بأساليب خاصة للحفاظ على برودة جسمها في المناخ الصحراوي الحار. السؤال اللي بعده، تعيش البطاريق في القطب الشمالي. السؤال اللي بعده، يساعد الفراء الداكن الدببة على التخفي بين النباتات والصخور. السؤال اللي بعده، تعيش الثعالب القطبية في نوع من الصحراء يسمى التندرا. السؤال اللي بعده، تعتمد نقط على اللهث للحفاظ على برودة أجسامها، ثعالب الفنك. السؤال اللي بعده، في النخلة ما يساعدها على الصمود أمام الرياح، أوراق صغيرة وجذور طويلة. السؤال اللي بعده، يتم امتصاص الطعام المهضوم في جدران نقط الأمعاء الدقيقة. السؤال اللي بعده، يخرج الطعام الغير مهضوم من نقط فتحة الشرج. السؤال اللي بعده، من أمثلة التكيف السلوكي للكائنات الحية نقط ونقط اللهث والتخفي. السؤال اللي بعده، السؤال الثاني اكتب المفهوم العلمي. رقم 1، جهاز مسؤول عن تجزئة الطعام وامتصاصه، الجهاز الهضمي. السؤال اللي بعده، مرض صدري يحدث نتيجة تعرض الإنسان لتلوث الهواء، الربو. السؤال اللي بعده، صفات معينة وخصائص تجعل الإنسان قادر على البقاء والتكاثر، التكيف. جزء من السمكة يستخدم في استنشاق الهواء، الخياشيم. السؤال اللي بعده، غاز يتم طرده خارج الرئتين في عملية الزفير، ثاني أكسيد الكربون. السؤال اللي بعده، سائل يساعد على تحليل الطعام وترطيبه، اللعاب. السؤال اللي بعده، شجرة تنمو في غابات السافانا ذات جذور سميكة وأوراق صغيرة، شجرة الصنت المظلي. نوع التكيف الذي يحدث داخل جسم الكائن الحي، تكيف تركيبي. السؤال اللي بعده، نوع من السحالي أقدامها على شكل حرف V، حرباء النمر. السؤال اللي بعده، عملية دخول الهواء إلى الرئتين محملا بغاز الأكسجين، عملية الشهيق. السؤال اللي بعده، نوع من التكيف يطرأ على سلوك أو تصرف مجموعة من الحيوانات، تكيف سلوكي. السؤال اللي بعده، شجرة تنمو فيها الجذور لأعلى حتى تعمل على تدعيمها، شجرة الكابوك. السؤال اللي بعده، عملية خروج الهواء إلى الرئتين محملا بغاز ثاني أكسيد الكربون، عملية الزفير. السؤال اللي بعده، حيوان ليلي ينام في وضع مقلوب ويستطيع الطيران، الخفاش. السؤال اللي بعده، يتكيف جسمه للعيش في المياه المالحة والعذبة، قرش الثور. إن شاء الله الدرس القادم الاختبار الثالث على درس التكيف والبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.